تشاهدون في هذه الحلقة: تعثر اتفاق الرياض يضاعف التحديات الأمنية في عدن، دور الرعاية الاجتماعية في تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، نازح أصم احترف الفن التشكيلي في عدن. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع مجموعة من الفعاليات والأخبار والأنشطة في هذه الفقرة، ابقوا معنا. ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة أي ظهور محتمل لفيروس كورونا، وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتصلة بعمل لجنة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها منع انتقال الفيروس إلى البلاد. دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس المطبخ الصحي المدرسي لمساعدة الطلاب الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة. مشروع المطبخ المدرسي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بقيمة 1,400,000 دولار، ويستهدف 9,500 طالب وطالبة في 7 مدارس بمديرية دار سعد. ناقشت ورشة عمل خاصة في العاصمة المؤقتة عدن أثر التغير المناخي على البيئة في اليمن، وهدفت الورشة وعلى مدى أيام إلى تفعيل القوانين البيئية لحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث والأزمات. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل 10 حول جرائم الاتجار بالبشر. الورشة شارك فيها وعلى مدى 3 أيام 25 مشاركا من القضاة وأعضاء النيابات والمجتمع المدني، وهدفت إلى تطوير الأساليب والتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن مهرجان فني وخطابي بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. المهرجان الذي شارك فيه مجموعة من الأطفال الناجين من السرطان هدف إلى إيصال معاناة المرضى ودعوة الخيرين إلى الإسهام في تخفيف معاناتهم اليومية. استقرار الوضع وتطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن مرهون باستتباب الأمن، فكيف يبدو الوضع الأمني بين اتفاق الرياض والواقع الذي يعيشه المواطنون؟ خيبة أمل في عدن والمدن اليمنية بسبب تعثر اتفاق الرياض وتجاوز فترته الزمنية، وسط تساؤلات عن الموقف السعودي الراعي للاتفاق والضامن لتنفيذه. خلال الفترات من 2015 إلى الآن لم يستطع المواطن أن يتلمس تحسن في الوضع الأمني. الاغتيالات موجودة، نقاط أمنية غير واضحة لأي جهة ولمن هذه النقطة غير موجود، اعتقالات بشكل تعسفي، سجون سرية، أشياء كثيرة وجدت من بعد الحرب لم يستطيع الملف الأمني أن يغطيها بشكل كبير. نتلمس بعد اتفاق الرياض أن يكون الوضع أفضل إن تم اتفاق مبني على مصلحة المواطن بشكل أكبر، ونعول على ذلك بشكل كبير. تطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض. نعم، الأمر ليس سهل، ولكن هو ليس صعب وليس مستحيل. شهر ثالث على توقيع اتفاق الرياض، وعقبات التنفيذ ما تزال تتصدر المشهد في عدن والمحافظات المحررة، في ظل رهان بعض الأطراف على استغلال الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه. المواطن في عدن يحلم بواقع أمني مستقر ويحلم بوضع أمني مستقر علشان يقدر يعيش. نلاحظ أنه عدد من الفعاليات تؤجل، عدد من الأشياء، الأنشطة أو الأشياء التي تحصل داخل عدن تؤجل بسبب الوضع الأمني للأسف الصعب. حتى قنوات إعلامية مش قادرة أن تمارس عمل الصحفي أو الصحفيين بسبب التهديدات، بسبب أنه خوف، بسبب الاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر، يعرقل كثير من النهضة، من قيام عدد من المشاريع التنموية اللي تحصل. في كثير تجار يتمنوا انهم يبنوا مشاريع، انهم يعملوا مولات، انهم يفتحوا اسواق، انهم يعملوا فعاليات، ولكن يتراجعوا بسبب الوضع الامني الضعيف. فنحن نناشد كمواطنين وكاعلاميين على وجه الخصوص
السلطات الأمنية والحكومة بشكل عام تركز على الجانب الأمني، لأنه كل ما كان الجانب الأمني قوي كل ما كان الدولة فيها نهضة، كل ما كان المواطن عنده حرية في أنه يعطي رأيه بكل حرية، أنه حتى يتجول في الشوارع بكل حرية. هواجس الحرب عادت مجدداً لتخيم على المدن الجنوبية التي شهدت مؤخراً تصعيداً عسكرياً واختلالات أمنية ألقت بظلالها على مستقبل اتفاق ولد ميتاً وبات إنفاذه شبه مستحيل كما يقول مراقبون. تعتبر أولوية الملف الأمني هي أولوية مهمة جداً، بعدها تترتب كل الأشياء من تحسين معيشة، في توفير فرص عمل، وجود مستثمرين، فدائماً يأتي الأمن قبل أي شيء. فلازم يكون في وضع أمني قوي، لازم يكون في تحرك أمني لمكافحة مختلف الجرائم اللي حاصلة، لفرض الأمن في النقاط، لفرض الأمن في الحواري، حتى في الأحياء السكنية. التعثر الذي رافق تنفيذ اتفاق الرياض وتجاوز فترة تنفيذه خيب الكثير من الآمال وألقى بظلاله على المشهد اليمني برمته، لا سيما الجانب العسكري، تاركا بذلك الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات في بلد تعصف به ويلات الحرب الدامية منذ 5 أعوام. اليوم نناقش دور التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية الموجودة في عدن وفي المناطق المحررة بشكل عام، وللمزيد نسلط الضوء على هذا الموضوع نستضيف اليوم العميد عبد القوي باعش، مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والسياسي بوزارة الداخلية. أهلا ومرحبا بك اليوم حضرة العميد. بداية، لو تطلعونا على الوضع الأمني الموجود في عدن والمناطق المحررة واليمن بشكل عام. أنا سعيد بوجودي في قناة بلقيس، وأهلا وسهلا بكم. الجانب الأمني في العاصمة عدن طبعا كما تعلمون بعد الأحداث الأخيرة تغيرت مجاري الأمور بشكل كبير، ونحاول الآن جاهدين مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يعني الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة، في إعادة عجلة الأمور إلى نصابها من خلال يعني نصوص وبنود اتفاق الرياض. في رأيكم اليوم العميد باعش، وبعد مرور أكثر من 80 يوم على اتفاق الرياض، لماذا لم نرى أي شيء يطبق على أرض الواقع إلا عودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك؟ بالنسبة للبطء اللي لاحظه الإنسان يعني من خارج الإطار المنظومة اللي تعمل يعني في يعني تسيير اتفاق الرياض، طبعا نحن كلنا نلاحظ هذا البطء او هذا الغموض اللي يكتنف يعني سير يعني تنفيذ اتفاق الرياض، لكن نحن لابد ان نتفائل ويكون عندنا تفاؤل وامل انه يعني الاشقاء في المملكة العربية السعودية سيبذلون جهود كبيرة جدا، وبرضه الأطراف المعنية عليها ان تقدم مزيد من التنازلات ومزيد من يعني التعاون في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض، لأنه لا سبيل أمام الأطراف إلا تنفيذ اتفاق الرياض، ما لم سيكون الأمر يعني سلبي للغاية. لا نريد أن نستبق الأحداث في توجيه اللوم على أحد، لكن نحن مثل ما شرحت لك المعنيين باتفاق الرياض عليهم أن يكونوا أكثر إيجابية وأكثر مسؤولية يعني للتعاون في تنفيذ اتفاق الرياض، لأنه لا مجال أمامهم غيره، ما في مجال آخر. بتقديركم كم من الوقت يمكن أن يستغرق تنفيذ اتفاق الرياض؟ أولاً الوقت هو أساساً الوقت أساساً التزمين أساساً خطأ من البداية، كان ما يفترض أن يكون هناك تزمين نتيجة المشاكل الموجودة يعني والمتراكمة في اليمن برمتها. المشكلة يعني هي تتعلق بعدم إيجاد يعني أرضية يعني أو بيئة يعني مناسبة للتزمين هذا، وبالتالي كان يفترض أن يكون الاتفاق هذا مش مزمن حتى يعطي مساحة أوسع ومساحة يعني أفضل للأخوة القائمين على هذا الاتفاق حتى يتم تنفيذه، لكن المشكلة الموجودة الآن هي يعني اليمن يعاني من مشكلة الحرب أصلاً، ومشكلة الانقلاب هذا الموجود، ومشكلة التناقضات الموجودة داخل الأطراف الشرعية نفسها، ومشكلة المشاريع المتعددة الموجودة داخل اليمن بشكل عام.
يعني مشكلة ترحيل الملفات من السابق يعني من منذ 62 ومنذ 67 ومنذ يعني مشاكل اليمن كبيرة جدا. ما المشكلة ما تتعلقش بأمر بسيط يعني. طالما أنه يوجد مدة محددة ومزمنة، يعني إذا انتهت هذه المدة ماذا يمكن أن يحدث؟ لا شيء نحن غلنا تعودنا على المبادرة الخليجية المزمنة، وهي الآن نحن نخبط في 9 سنوات أو أكثر من كذا يعني، ونفس الطريقة الاتفاق هذا راح يأخذ له فترة يعني. وأنا أتمنى من خلال هذا السؤال أنه يعني فعلا يتم على الأقل يعني مساعدتنا في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الانقلاب. تقصدون العميد عبد القوي بعش بأن اتفاق الرياض يمكن أن يكون مجرد حبر على ورق مثل ما كانت المبادرة الخليجية سابقا، وكذلك مخرجات الحوار الوطني التي لم يرى منها المواطن شيئا على أرض الواقع؟ إذا كان شوفي ولا بد أن نتحدث عن هذا الأمر، فاللوم لا يعود على الأخوة في المملكة العربية السعودية لوحدهم، نحن نتحمل جزء كبير بالذات اليمنيين بشكل عام، أنا أتحدث عن اليمن بشكل عام، في 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 ما آلت عليه الأمور بالنسبة للمبادرة الخليجية وحتى بالنسبة لاتفاق الرياض. يعني يفترض علينا مثل ما شرحت لك في البداية أنه الأطراف الشريكة في الاتفاق هذا يفترض عليها أن تكون أكثر إيجابية وأكثر مسؤولية للتعاون في تنفيذ اتفاق الرياض. طالما أنت وقعت على الاتفاق لماذا تتلكك في عدم تنفيذه؟ يعني شيء لا يعني مش مقنع أصلا. كيف تتعامل وزارة الداخلية مع الاختلالات الأمنية الموجودة في عدن؟ وزارة الداخلية الآن ما فيش لأي دور، ما تتعاملش، ما فيش لأي دور حاليا، ما فيش لأي دور حاليا. الدور هو موجود لما بعد يعني الأحداث الأخيرة اللي حصلت في عدن، هم اللي يتحملوا مسؤولية يعني الأمن والاستقرار والسكينة في عدن. يعني كيف هو الوضع مع منتسبي وزارة الداخلية، وأخص بالذكر أولئك الذين تقطع رواتبهم بمدة شهر أو شهرين وأكثر، وهم قدموا كل ما لديهم من أجل الوطن في مراحل الشباب؟ من خلال سؤالك هذا، نحن وزارة الداخلية أعتقد أنها الوزارة الوحيدة اللي تعمل جادة وتعمل بكل جهد لرفع المعاناة عن منتسبيها، رغم الإشكالية اللي نعانيها يعني، ورغم التناقضات الموجودة أساسا حتى داخل الحكومة نفسها. حكومة الشرعية توجد داخلها تناقضات كبيرة جدا، حتى أربكت العمل وأربكت سير العمل بغض النظر عن أي إخفاقات هنا وهناك. يفترض، نحن تحدثنا أكثر من مرة أنه حقوق الناس يفترض رفع اليد عنها، رفع التسييس حقوق الناس هذه بشكل عام، سواء كان من منتسبي وزارة الداخلية أو حتى من الدوائر المدنية أو حتى المواطن. يفترض الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطن ومنها المرتبات حتى ومنها حقوق الناس، يفترض رفع اليد عنها وعدم تسييسها. وزارة الداخلية نحن يعني الأخ الوزير شكل لجنة يعني لمتابعة المرتبات برئاسة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وعضوية مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الأفراد ويعني بعض الزملاء ومدير الميزانية. الآن الرواتب تصرف الآن يعني، وبدأنا صرف رواتب الآن شهر 11 يعني في القطيبي بدأ ضخها اليوم، والرواتب الأجهزة الأمنية الأخرى يعني تم صرفها عبر مندوبين. ومن خلال هذا السؤال أنا أوجه للمندوبين رسالة عدم خصم ريال واحد على أفرادكم وضباطكم، لأنه لا يصح أن تخصم راتب الجندي والضابط لأي سبب كان. هناك إجراءات أخرى فيك تتخذها لضبطه وألزامه بالعمل، ولكن المرتبات هذه لا تمسها، لأنها تخص أبنائه وتخص يعني قوة أولاده، لا ينبغي إطلاقا تحت أي ظرف كان. وبالنسبة لملف الشهداء والجرحى، الشهداء والجرحى نحن نصرف مرتباتهم باستمرار، ويعني الأخ الوزير مشكور يعني حسب قرار الأخ يعني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وجه بترقيت شهداء يعني وجرحى الحرب اللي قامها الحوثي على الانقلابيين الحوثيين على اليمن، كلا فيما يخص يعني جهته. فنحن في وزارة الداخلية تم ترقيت يعني 600 شهيد و825 جريح يعني الى رتب متفاوتة يعني حسب الـ 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 يعني الـ القرار المفند من فخامة الأخ الرئيس.
ما أهمية التوجيه المعنوي العميد عبد القوي باعش في ظل تعدد الولاءات الموجودة وكذلك التعدد الولاءات العسكرية الموجودة على الساحة في عدن بشكل خاص وفي اليمن؟ هناك في تشكيلات متعددة. التشكيلات هذه أوجدتها عدم تصويب العلاقة بين الشرعية والتحالف. هذا التشكيلات اللي وجدت سواء كانت في عدن أو في تعز أو في مارب أو في مناطق أخرى، هي أوجدتها عدم تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف، وأنا كررتها في أكثر من مقابلة سواء كان عبر قناتكم أو عبر قنوات أخرى. وبالتالي هذا التشكيلات الموجودة فعلا هي أربكتنا وغيبت عملنا تماما، إضافة إلى سوء الأدارة الموجودة في يعني للأسف الشديد في أدارة في وزارات الشرعية بشكل عام. أنا أعطيك بصراحة بصريح العبارة، هناك سوء أدارة هي من أفقدت سواء كان التوجيه المعنوي أو غير التوجيه المعنوي دوره الحقيقي والفاعل في يعني أداء رسالته بالشكل الإيجابي والشكل المطلوب، حتى يعني نكون راضين فعلا. نحن راضين على ما نعمل، ولكن للأسف الشديد القصور اللي يعني أحيط بعملنا هو اللي سبب لنا هذا الغياب. احنا قيبنا ولم نغيب، احنا قيبنا يعني بطريقة مقصودة. يعني في رأيكم ما هي الحلول لاستعادة مكانة وأهمية التوجيه المعنوي بالنسبة للأمن؟ يعني التوجيه المعنوي انت عارف ان اهم دور يعني واهم أدارة تعتبر يعني داخل وزارة الداخلية أو حتى داخل وزارة الدفاع. يعني التوجيه المعنوي والسياسي والعلاقات العامة هي يعني عبارة عن يعني توعية وربط كامل لعلاقة الأمن بالمجتمع، لعلاقة المؤسسات الأمنية بالمجتمع. ونحن برضه بحاجة إلى استعادة الثقة بين الأمن والمجتمع كما تشاهدين. يعني الآن المواطن بدأ يفقد الثقة أو فقدها تماماً يعني في الأمن نتيجة الظروف اللي مرت بها البلد، يعني الظروف المتعاقبة على البلد اللي أفقدت المؤسسات الأمنية هذه وظيفتها وفقدتها دورها، ومنها التوجيه المعنوي. يعني نحن على سبيل المثال الآن يعني لا نستطيع أن 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 نمارس عملنا يعني في أي مثلاً مركز أمني أو في أي جهاز أمني نتيجة التناقضات الموجودة، نتيجة الإشكاليات الموجودة. رغم أنه من خلال هذا السؤال يفترض على كل الجهات المتصارعة أو كل الجهات المتناحرة أو كل الأدوات اللي للأسف الشديد هي ضحية، كلها كل الأدوات هي ضحية، هي مش فاهمة هي لماذا تتصارع وعلى إيش تتصارع. هي كان يفترض عليها والأقدر بها أنها تعمل على تسهيل عمل التوجيه المعنوي، لأن دور التوجيه المعنوي لا يقتصر على صراع معين ولا على جهة معينة، يقتصر على توعية أفراد الأمن، أعطائهم جرع يعني من 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 المعرفة من التوعية بمهامهم وواجباتهم وما وحقوقهم، حتى يتمكن هذا يعني رجل الأمن من تأدية واجبه بشكل إيجابي وشكل يعني سليم. نعم. المواطن متى ما وجد دولة ومتى ما وجد مؤسسات تحميه، المواطن تلقائيا ينخرط طبيعي جدا في عملية يعني الأمن والاستقرار والتنمية والبناء والاستثمار، ويعطي حتى دفعة لرجال المال والأعمال أنهم يستثمرون ويعملون على تنمية البلد، لأنه الاستقرار السياسي يعني يسقط مباشرة على الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي. لكن إذا فقد هذه الأركان، فقد أحد الأركان هذه، فقد توازنه، تختل التوازنات الأخرى كلها، وبالتالي لا يستطيع المجتمع أن يبذل دور حتى في 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 مسألة استعادة الأمن. لكن عندنا في المجتمع العدني بحكم أنه مجتمع مدني هو مجتمع مسالم ومجتمع يحب النظام والقانون، ولكن نتيجة الظروف المحيطة به يعني مثل ما شرحت لك يعني فقدان الثقة في إيجاد أمني أدي دور بشكل إيجابي، تجد المواطن بعض الأحيان يلتقي إلى الشيخ فلان أو إلى العاقل فلان أو إلى يعني فلان وفلان، شخصيات اجتماعية يحلوا مشاكلهم يحلوا بعيد عن الأمن، لأنه لا يوجد يعني أمني أدي دور بشكل إيجابي صحيح. رغم أنه هناك في قيادات أمنية موجودة وكويسة ورائعة، لكن نتيجة الظروف ونتيجة تداخل يعني التشكيلات هذه وتداخل صلاحياتها أربك حتى جهود الخيرين حتى في الموجودين حتى في الأجهزة الأمنية بشكل مختلف. يعني هل الاختلالات الأمنية يمكن أن تذيب أو تنهي المدنية الموجودة في عدن على المدى البعيد؟
ممكن ممكن خلال 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 طبعا فترة من الزمن يعني يشعر المجتمع المدني هذا انه تحول يعني هناك في نوع من انقراض لهذا الطابع المدني ويتحول الى 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 مجتمع شبه قبلي او شبه قروي او شبه يعني متمرد او حاجة زي كذا، وبالتالي يفترض على الجميع مثل ما شرحت لك ان يترك الصراعات الجانبيه والخلافات الجانبيه ويبتعد يعني ويتجه نحو ما يمكن ان يوحد الناس وما يمكن ان يعني يجعل الناس في وضع يعني يتعايشوا بشكل ايجابي. وهنا قانوني في الند يعني كل 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 يعني جهه ماذا عليها وماذا ينبغي ان تعملها. ما هي رؤيتكم الامنيه لعام 2020؟ رؤيتنا الأمنية نحن مثل ما شرحت لك نعول تعويل كبير جدا على أولا تصويب العلاقة بين الشرعية والتحالف، أضافة إلى تنفيذ اتفاق الرياض يعني مثل ما ورد في نصوصه وبنوده دون انتقاص، أضافة إلى توحيد الجبهة الداخلية للشرعية والتحالف لمواجهة الانقلاب، لأنه بدون توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الانقلاب من وجهة نظري أنه الحسم مستبعد تماماً يعني بالنسبة مع ميليشيات الحوثي. هل هناك رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء العميد عبد القوي باعش؟ طبعاً رسالتنا أولاً نتمنى أن يكون عام 2020 هو عام السلام وعام الأمن والاستقرار وعام الشراكة وعام التعايش وعام طرح الملفات فوق المائدة ومناقشتها وحل كل المشاكل المتعلقة باليمن برمتها يعني وحل يعني كل المسائل العالقة وعطاء يعني الشعوب حريتها ويعني ما تصبو إليه، أضاف إلى توحيد الجبهة الداخلية للشرعية والتحالف لمواجهة الانقلاب يعني حتى بالحق بالحل بالأمر الأدنى يعني لتحقيق على الأقل ضغط على 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 ميليشيات الحوثي للرضوخ للسلام، لأنه نحن حتى ميليشيات الحوثي لا نريدها أن تنتهي نهائيا ولا نريد أن نبيدها مرة واحدة، هما يمنيين برضه وينبغي يعني عودتهم إلى قادة الصواب والانخراط في حوار يعني مع كل المكونات اليمنية للخروج بحل نهائي للأزمة اليمنية بما يرتضيه الشعبين في اليمن الجنوبي واليمن الشمالي. ختاما أشكرك العميد عبد القوي باعش مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والسياسي في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تستمر الحكايات والقصص باستمرار الإنسان وإبداعاته وعطاءاته لترسم لنا بعضا من ملامح الحضارة وثقافة الشعوب. في فناء مبنى صغير جمعهم القدر فيه يتقاسم هؤلاء الأطفال وجع الإعاقة وجمال الحياة بكل تفاصيلها. منذ أن تأسست جمعية تأهيل المعاقين في عدن مطلع تسعينيات القرن الماضي ومنتسبوها يحاولون المضي في طريقهم رغم قسوة الحياة المؤلمة. الجمعية لها أهمية كبيرة لهذه الشريحة من المعاقين. نحن هنا في الجمعية تدريب وتأهيل، ندرب المعاقين على في معنا قسم كمبيوتر ومعنا قسم الحياكة ومعنا صالة رياضية، المدرسة معنا مدرسة للأطفال من الصف أول إلى الصف رابع، والمعاقين الآن لما يدخلوا قسم التدريب والتأهيل في الكمبيوتر نعطيهم دروس في الدورة الأولى في الوورد في الإكسل وفي الإكسيز، بعد التخرج نعطيهم شهادة من الجمعية، وهذه الجمعية طبعا هي معترفة من قبل التربية والتعليم للطلاب والأطفال في المدرسة. هنا وجد المعاقون عالماً خاصاً يحيون فيه بأمل متجدد لتأمين بعض من احتياجاتهم بعد أن حرمتهم الحرب منها وضاعفت من معاناتهم المعيشية.
يتلقى الأطفال هنا تأهيلاً في مجالات مختلفة إلى جانب خدمات صحية وتعليمية تراعي خصوصيتهم الحياتية وتمنحهم بعضاً من الراحة والأمان. تعددت ملامح الإعاقة، إلا أن أحلامهم تشابهت، محاولين تجاوز الإحساس المجهول الكامن وراء ستار الزمن. إلى الآن إحنا إمكانياتنا محدودة، المدرسين طبعاً في معهم بعضهم عقود وبعضهم متطوعين بحاجة يعني لا تذكر، ويعني الطلبة زي ما تشوف الثانية طلبة بحاجة ماسة إلى احتياجاتهم، أطفال محتاجين لألعاب، محتاجين ل يعني مدرسين يعني يراعوهم، إحنا قلة يعني قلة قليلة. المعاق هو جزء من المجتمع، له حقوق في التربية وفي التعليم وفي الصحة وفي التوظيف. أنا كمدرس في مدرسة الشروق يعني ما يعقد العقد، يعني إيش أقول لك، مبلغ ما يتجاوز 19,000 ريال وغيري دي. بس نحن نعمل لله سبحانه وتعالى لهذه الفئة، وأنا منهم إذا ما حسيت أنا بهم فمن بيحس بهم؟ فالجميع مسؤول عن هذه الفئة، الجميع مسؤول دون استثناء عن هذه الفئة. يرسمون في خيالاتهم حياة لا تشبه واقعهم، يصنعون لأنفسهم لحظات من السعادة للتغلب على الأوجاع ولو بإمكانات محدودة. بجهود متواضعة تحاول جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً في عدن الإيفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل غياب الدور الرسمي وانعدام المقومات الأساسية لعملية التأهيل، ما يجعل من تحقيق الأهداف المنشودة أمراً متعثراً. لازم الجمعية هذه تنتج، لأن الوضع في البلاد غير مستقر، ونحن أصبحنا ننتظر من يدعمنا. نحن نشتي ندعم نفوسنا بأنفسنا، ما نشتي ننتظر كل ما ساعة رسائل. الوضع صعب جداً صعب، والآن نحن قدمنا بعض مشاريع إن شاء الله نتوفق فيها، والأطفال وأمهات الأطفال نحن بصراحة نجيب لهم فاعلين خير. في أولاد صغار يحتاجوا إلى علاج ويحتاجوا إلى أدوية، أنا أتواصل مع فاعلين خير يقول عندهم ويشوفوا إيش الاحتياجات حق العلاج حقهم، والحمد لله قد وفرت لي لحدود 4 أطفال عالقناهم وشلينا لهم أدوية يعني بمبالغ كبيرة، والأمهات تشكر على هذا العمل اللي نعمل فيه، وهم بعض الأحيان يعني يتساعدوا في أي أمور داخل الجمعية متصعبة. أسامة فنان تشكيلي يتحدث بلغة الألوان، محاولا إيصال أحاسيسه وأفكاره إلى الناس. من مديرية المقاطرة في محافظة لحج نزح الشاب أسامة محمد حسن مع عائلته إلى العاصمة المؤقتة عدن. اتخذ من الفن التشكيلي وسيلة للتعبير عن ذاته ومكنوناته، وصاغ بريشته لوحات فنية كانت عوضا له عن إعاقة السمع والكلام التي لازمته منذ الطفولة. عنده هواية الرسم، فكان يرسم في المدرسة، في البيت، في الشارع، حتى كانوا الجيران يحبوا رسم أسامة، فكانوا يقول عندهم شان يرسم لهم في الواجبات المنزلية، فعنده هواية الرسم من عند الصغر من الصف السادس. برزت موهبته الفنية في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، والتحق بمعهد جميل غانم لدراسة الفن التشكيلي، متغلباً على كافة الصعوبات التي ألمت به وبعائلته إثر الإعاقة والنزوح، فكان فهد العزاني حلقة الوصل بينه وبين أساتذته وزملائه. هو نازح من محافظة لاحق مديرية القبيضة،
اثناء العدوان في اثناء الحرب نزحوا، فلهم الان 3 سنين في عدن، سكنوا في اول شيء في منطقه الرزمت في مديريه صيره، بعدين مع ارتفاع الاسعار وقلل ارتفعت اسعار الايجار البيوت، فانتقل الى جبل الخساف، فابوه شاف مكان افضل فاتى به الى معهد جميل غانم، فسال في عدن فين افضل مكان لتعليم الرسم او تطوير موهبه، فقالوا معهد جميل غانم للفنون التشكيليه في قسم خاص للفنون التشكيليه، فاتى به الى هنا. فكانت يعني من ضمن الصعوبات اللي واجهوا في المدرسه انه اصم، فصعب التعامل او صعب توصيل المعلومه الى لديه من قبل المعلمين. فتم استدعائي اول حاجه رساله من مدير المعهد الفنون التشكيليه الى جمعيه رعايه وتاهيل الصم محافظه عدن لاستقطاب واحد المترجمين، مترجم اسامه، فتم استقطابي الى هنا، استدعائي بالاصح الى هنا. تستهويه الجداريات والألوان الزيتية مفضلاً اللون الأحمر في لوحاته وجدارياته التي خصص حيزاً كبيراً منها لمدينة عدن وشطآنها الجميلة التي اتخذ منها فضاءاً للإبداع ومتنفساً للسعادة. يقول لك يحب أنواع اللوحات اللي يحبها لوحات الجداريات اللي هو تخرجه تخصص فيه لوحات الجداريات والوان الزيتيه، هي الوان الزيتيه، ويحب يقول لك اللون الاحمر افضل الالوان اللي يحبها ويعشقها، اللون الاحمر يعشق البحر بشكل جنوني، لذلك كانت رسمته اللي هو هنا رسمه على البحر، انا حياه عدن وحب عدن بشكل يعني جنوني، فاختار لوحته الفنيه بيختار، فكانوا سبب التخصص حقه في هذه لوحة الجداريات. واصل كان تعدد الرحلات إلى صيرة، يعني كان في الصباح في العصر في المغرب، فتنمت عنده فكرة أنه لازم يكون تخصصي في الجداريات في رسم صيرة. شارك أسامة بلوحاته الإبداعية في معارض فنية ومهرجانات عدة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ماض في مشواره الإبداعي يقوده حب الرسم التشكيلي وتشجيع المحيطين به. يقول لك في حفلات، شارك في حفلات عدة وفي مهرجانات شارك فيها، وعدة لوحات مثلا زي متان شارك مع جمعية رعاية تأهيل الصم وكم حفظ عدن ذوي احتياجات الخاصة، أيضا شارك في السرطان مهرجان السرطان الأمل، وأيضا شارك في عدة عرض معارض لوحات، عرض لوحات في أقامت في القسم التشريعي وأيضا مكتبات باديب، عدة أماكن شارك فيها، وأيضا شارك في مع حافون في لوحات، عدة لوحات شارك فيها. يحظى أسامة بدعم محدود من الصندوق الاجتماعي ومعهد جميل غانم الذي شمله بالرعاية والتأهيل وفتح له آفاقاً جديدة في عالمه الخاص، متطلعاً إلى المزيد من النجاح والدعم وصولاً إلى تحقيق أحلامه وطموحاته. ولكن لا ماش أي حد يدعم إلا كانت جهتين اللي هي جهات الصندوق الاجتماعي محافظة عدن وايضا معهد جميل غانم، يعني دعم محدود على قدرهم، اما جهات لا يوجد اي جهه تدعمه، ينظر الى المستوى بكل راحه وتفاؤل وخير ان شاء الله، فهو متفائل ان شاء الله ودائما هو ابتسامه على وجهه واصل، ان شاء الله تكون له سنه خير وهذه بركه. مشاهدينا الى هنا نصل واياكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، القاكم في الاسبوع المقبل وفي امان الله.